عسلامة مدى. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله سبا. قد من لروحك؟ بس ما نعيش في فرنسا، جيت عندي دو سمين. مرحبا بك في تونس. عايشك عندي برشا. خرجت قد ايه؟ وقتاش خرجت؟ 2010. الحمد لله. خرجت في إطار زواج أو عمل أو دراسة؟ في إطار زواج. زواج معناها زوجك مقيم خارج تونس وإلا أجنبي؟ هو مقيم خارج تونس وتونسي مي عايش عادي. معناها تونسي في النهاية. تونسي. كيفاش جاء قرار الهجرة من الأول؟ والله من الأول خاطر على خاطر معناها الزواج تو سامبلومون. إسكو القرار كان سهل ولا صعيب؟ بون أي إنسان يخمم بل كنا الكل خموا هكاك باش يخرجوا يبدلوا يحسنوا نيفو كل شيء. هذاك من الاول. من بعد كي تخرج برا تحس برشا برشا بون برشا. الغربه صعيبه من الاول، صعيبه برشا. معناها ما كذبش اللي قال الغربه صعيبه. صعيبه برشا من الاول، تتعب شويه من بعد تستانس. معناها شنو هو التعب؟ الصعوبات تبدا وحدك، فهمت؟ تخرج من بلادك وتخرج من عائلتك، معناها تبعد على عائلتك تبعد على بلادك. من تولي لك صعيبه برشا. يعني ما عشتش فتره هكا نتاع ديستانس بينك انت وزوجك؟ يعني تزوجتوا طول مشيتوا مع بعضكم؟ لا انا تعرفت عليه بالكدا بالكدا قبل ما نخرج بيان سور. قلت له تعرفته بالكدا وخطبه في اطار بون زواج تقليدي. يعني كتبت صداق وخرجت معاه بعد؟ خرجت بيان سور. يعني ما بقيتش عايشه في تونس من بعد؟ هو بالكدا نعرف فامي، فهمت كيفاش يعيش، وما خرجت هكاك. معناها انا خرجت خاطر اون بليس امور واضحه. مانيش خرجت هكاك. جي با بخي لو ريسك اون فيت. كنت نخدم انا لهنا دايوغ في البيات، كنت لاباس، خليت على الخدمه والدنيا الكل، حصلت كل شيء باش نبدل بهم باش نحسن شويه. من الحمد لله سافا. كانت صدفه معناها؟ هو شويه تقليدي، زواج تقليدي معناها. فهمت؟ فهمتك. يعني انت قبل كان طموحك انك تخرج ولا جات بالصدفه خاطرك تزوجت شخص مقيم؟ انا ما خمس بها الجمله. جيت هكاك. جيت هكاك والحمد لله سافا. سافا خاطر معناها سافا بويسكو هو يعيش غادي ديجا واموره واضحه. مش كيك مشيت معناها ما نعرفش على روحي شنو. في اطار قانوني منظمه؟ منظمه ونعرف حتى نجم كان عندي الاختيار نجم نقعد في البلاد نجم نعيش غادي. فوالا حسب الظروف. لا قلت لي صعوبات في البدايه هو جوست خاطرك بعدت على الفامي؟ بعد على عائلتك وعلى بلادك سورتو وما تعرفش حتى حد وحدك معناها اي بدايه صعيبه. اي بدايه. اول ما مشيت شنو عملت؟ اول ما مشيت حبيت نبدا نفهم ديجا بون خاطر انا نحكي مليح. ما مانيش متعوده نحكي كل يوم فرونسي كل شيء. حبيت نبدا ديجا نتاقلم في اللغه. لا مانيش نمارس فيها دونك ما نجمش. مي بشوي بشوي مع الوقت فات مع الوقت كل شيء يتبدل. من الاول مشيت قلنا في اطار زواج، قعدت في الدار ولا خرجت اخت؟ من الاول بقيت شوي في الدار. شويه في الدار بارابور خاطر جو ما في دونك سيتي اوبليجي اون فيت. ومن بعد كبرت هي شويه خرجت انا خدمت شويه دون اون ايكول وابخي فوالا سي بارابور اوز انفون. اللي لاحظته مادام انه حياتك تبدلت تكون في تونس تخدم على روحك تلقى روحك في بلاد اخرى وقاعده في الدار، يعني هكا كيفاش اثرت عليك الحكايه هذي؟ انا باغ اكزومبل انا خاطر عندي اولاد عملت عائله اخرى عملت حياه جديده ونسوني نسوني شويه الغربه من الاول. ما الغربه صعيبه برشا هكاك كي تعمل عائله تتحسن. احلى حاجه في الدار هذيك. تبدل كل شيء. بعد على خاطر امومه يولي كل شيء تتبدل مع الوقت تستانس. بعد ما كبرت بنتك خرجت تخدم؟ وي خرجت خدمت شويه ومن بعد جي بريفيري موكيبي دي زونفون. حسيتها معناها اثرت شويه؟ الخدمه اثرت؟ مش برشا ما خدمتش برشا نجم ميتون.